ايضا بالاذاعه القعدان المحليات الاصايل لايضا ابناء القبائل في هذا الصباح المميز ورابع ايام هذا المهرجان السنوي الكبير المقام هنا على ارضيه هذا الميدان عاصمه الميادين هنا بالوثمه بالعاصمه ابو ظبي. ننطلق معاكم سويا الى صداره هذا الشوط، نتابع الانطلاق ونتابع التحدي والاثاره مشاهدينا ومتابعينا الكرام. والصدارة والمركز الأول متعب لسهيل بن محمد راعي العوية العامري من يأتينا على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. ثاني المراكز هملول لسعيد بن حربي بالطشة العامري من يأتينا على المركز الثاني، بينما المركز الثالث والمنطلق في هذه اللحظات شاهين هادي بن احمد بن حسن بالثمة العامري، وعلى المركز الرابع يتواجد هملول محمد بن علي بن العيف العامري، وهنا الصابر لسعيد بن محمد النايري الشامسي من ياتينا خامسا. وفي المركز السادس يتواجد بهذه الانطلاقه بحر سلطان بن جراح بن سالم لقتبي والقادم هنا في هذه اللحظات، ويتواصل بهذه الانطلاقة الذيب حمد بن علي بن أيضا حنزاب المري من ينطلق هنا بهذا الأداء الجميل، والوصول من كفو مطر بن سعيد بن حلوة لقتبي من ينطلق بهذا الأداء المميز على سابع المراكز. وفي المركز الثامن هملول مطر بن نصيب بن سعيد لقتبي من ياتينا على المركز الثامن. وفي المركز التاسع والقادم مغلق محمد بن مطر بن مطوع لقتبي ايضا صاحب فوز وناموس هناك بايضا تحفة الميادين بالمرموم يتسلل هنا إلى تاسع المراكز. وفي المركز العاشر القادم شاهين سهيل بن حمد بن يطبع العامري. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، ضعناها على حضراتكم. وخلف المراكز العشرة هناك أيضا أسامي تتواجد، هناك سيارة للفائز بالمركز الأول نقدية حتى العاشر لبقية الفائزين. هنا متعب من يسيطر على زمام الأمور من بداية الانطلاقة، وهو مسيطر على صدارة على المقدمة لسهيل بن محمد راعي العوية العامري من يسيطر على زمام الأمور وعلى صدارة وعلى المركز الأول. كفو في المركز الثاني مطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي من يأتينا على ثاني المراكز. المركز الثاني في هملول لسعيد بن حربي بطشة العامري، وصابر من يأتينا على المركز الرابع، وملكيته لسعيد بن محمد النايري الشامسي. ومغلق وصل، مغلق قادم ايضا، مغلق بهذا الاداء لسيد محمد بن مطر بن مطوع لقتبي من يتسلل الى المركز الخامس وسادس المراكز. الوصول من هملول مطر بن نصيب بن سعيد لقتبي من قدم لنا ايضا هناك منشوله في احد الاشواط في هذا الصباح، واستطاعت انتزاع الفوز هو انتزاع الناموس. هناك من الجانب الآخر على سابع المراكز وقعود هناك أيضا بن حسن من يأتينا بهذه الانطلاقة المتميزة من الجانب الآخر بهذا الأداء الجميل من يتسلل هناك بهذا العروض المتميزة شاهين هادي بن أحمد بن حسن بالثيمة العامري، والوصول من مروع عبيد بن سالم بوظفيرة العامري من يصل بهذا الأداء الجميل. بينما المركز التاسع اول نداء ايضا لتاسع المراكز الذيب احمد بن سيف بن سالم النيادي، وعلى المركز العاشر من ينطلق هنا عاشرا سلهود محمد بن مسلم الدوسري من ياتي بن حزام الدوسري من ياتينا عاشرا. هذه هي النتائج للمراكز العشره الاولى، وقلنا اسامي تتدخل بهذه الاداءات المتميزه. نعود الى الصداره، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول،
وصدارة هذا الشوط وكفو، كفو من انتزع الصدارة، كفو من انتزع المقدمة، انتزع الفوز، انتزع الناموس، كفو بهذا الانطلاقة. مطر بن سعيد بن حلوة لقتبي من انتزع الصدارة، انتزع المقدمة، مروع قادم لعبيد بن سالم بوظفيرة العامري، والقادم هنا أيضا أحلى مصيحان صالح بن حمد بن قمرة المري السندباد القطري قادم أيضا بهذا الأداء الجميل، مغلق من الجانب الآخر محمد بن مطر بن مطوع لقتبي. المركز الخامس ياتينا صابر سعيد بن محمد النالي الشامسي وشاهين الذيب، الذيب قادم ايضا احمد بن سيف بن سالم النيادي من ياتينا خامسا بهذه الانطلاقه. المركز السادس سلهود محمد بن مسلم الدوسري، وهنا الوصول لهذه اللحظات من تهاني سالم بن مطر بن هذا لقتبي من يصل بهذا الاداء الجميل، وهنا ايضا القادم شاهين، شاهين يتواجد هادي بن احمد بن حسن بالثيمة العامري من ياتينا، وهنا الوصول 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 من هملول سعيد بن حربي بطشة العامري يعود الى صلب المنافسة، يعود الى التحدي والاثارة، وهناك القادم الذيب حمد بن علي بن حنزاب المري، ولكن الصدارة المقدمة المركز الاول مع مصيحان من يسيطر على زمام الامور، يسيطر على مقدمة هذا الشوط، يسيطر على المركز الاول صالح بن حمد بن قمرة المري على الصدارة على المقدمة السندباد القطري، إذا يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني مروع قادم، مروع قادم لعبيد بن سالم بوظفيرة العامري بن ياتينا ثانيا في هذه التحديات والإثارة مشاهدينا الكرام. المركز الثالث يصل بأول إلى شاهين حمد بن محمد بن سعيد الظاهري من يأتينا على المركز الثالث، ولكن هنا الصدارة المقدمة مع مصيحان من يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة على المركز الأول، والتهاني والفوز والناموس صالح بن حمد بن قمرة المري، والسلام شحاني، السلام شحاني بهذا هذا الأداء، سلام الأشقاء في دولة قطر على هذا الفوز الجميل لمصيحان، تهانينا والناموس، ويقترب من الفوز، يقترب من الناموس، ومشكور يا بن هاملة أيضا على هذا الأداء الجميل، تهانينا والناموس على فوز مصيحان الصالح بن حمد بن قمرة المري، ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز وناموس بدون أي منافس على الإطلاق، وها هي لحظة وصوله إلى خط النهاية بهذا الأداء المميز تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني من أتانا شاهين، في المركز الثاني حمد بن محمد بن سعيد الظاهري، وفي المركز الثالث مروع بيت بن سالم بوظفيرة، المركز الرابع شاهين هادي بن احمد بن حزام بن سيمة العامري، وفي المركز الخامس من وصل لسعيد بن سهيل بن دليوي لقتبي من وصل على المركز هذه اللحظات. نعود مشاهدينا الكرام هنا بالتوقيت الزمني، تهانينا والناموس على هذا الأداء على فوز مصيحان لصالح بن حمد بن قمر المري على هذا الأداء المميز، ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. هنا التوقيت الزمني 7 دقائق 25 ثانية 5 أجزاء 9 دقائق 25 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس صالح بن حمد بن قمرة. بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام سجل 9 دقائق 29 ثانية 6 أجزاء من الثانية شاهين حمد بن محمد بن سعيد الظاهري، بينما صاحبي المركز الثالث مشاهدينا الكرام وسجل 9 دقائق 30 ثانية وفاء وتماما وكمالا، تهانينا والناموس عبيد بن سالم بوظفيرة العامري، تهانينا للجميع. Yeah.